السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كيما شفتوا معايا جبتكم المحل ديال طلامط. صراحه واحد السيد الله يعمرها سلعه، عنده طليمطات من داكشي الرفيع وداكشي صراحه في المستوى بالنسبه للبلدي وبالنسبه للرومي. غادي نبدا معكم ان شاء الله مع الدخله ديال الباب، وغنبداو بالاثمنه. كل حاجه غنقول لكم شحال الثمن ديالها والشكل ديالها شنو هو. هنا كبدايه كاين هنايا تويبات روميين كما كتشوفوا معايا. بشحال هاد الثوب الرومي شريف؟ 40 درهم. 40 درهم هادو المتر. كي كتشوفوا معايا المطارد ما نقول لكم شو الكحل كيحمق، غزال معتبر من داكشي رفيع. ها هي المخده ديالته كيفاش مخدومه، على كتجي على هذا الشكل بحال هكايا. المهم بالنسبه للخدمه وكلشي راه كيدير كلشي هو، ما تخلي عنده تاخدي كلشي وتخيطي تدي طلينطاسك واجدين. هنايا كاين هذا الموديل كذلك حتى هما دايرين 50 درهم. هادو شوفوا البنات كي دايرين. بالنسبه للناس اللي باغيين يبدلوا هكا يبدلوا البلدي بالرومي، راه هذاك الشيء معتبر. هادو هذا اونتيتاش بروميير. شوفوا الناس كي داير، شوفوا الالوان، شوفوا لي كولور، شوفوا الورا ديال الزواق، ديك الشيء كله غزال تبارك الله ما شاء الله. هنا عاتاني كذلك السامبل حتى هو، هادو 70 درهم. هادو دايرين 70 درهم المتر، وضروري المروه، ضروري مصايبه. الناس اللي غادي يجيو من طرفي راه غادي تهلا فيهم ان شاء الله باذن الله. هذا الشيء اللي كاين، هادو 70 درهم البنات. شوفوا هذا كيدير شحال غزال، شوف هاد البلو كيحمق، والموف كذلك. بالنسبه للسيجور، بالنسبه للال كيجي زوين، حتى التفريشه البلديه كذلك. بالنسبه للخياطه راه كاين عنده اشكال وانواع ديال الخياطه، ما تحيروش في المشكل ديال الخياطه. كاين هذا، شوفوا هذا الموديل البنات كي داير الخدمه ديالو، كي دايره بالباندا. وكاين هذا الموطار حتى هو ما نقول لكمش كي انا عمقني. عجبني في الانترنت راه كاين ايكيا كتخدم بهذا الثوب، كتخدم بهذا الثوب. غزال 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 تبارك الله. شوفوا كي داير هذا بشحال المتر؟ هادو 100 درهم. 100 درهم، شوفوا البنات 100 درهم. تفريشات الصاله كتحمق، شي حاجه اللي راقيه وفي المستوى، ما ديروش شي حاجه بلديه ولا هذا، شي حاجه رومي وبلدي. بالنسبه للالوان راه اللون اللي طيح لكم على البال كاين عنده، هادشي كله الوان ديال نفس الثوب. والخياطه كذلك راه كتختلف كما قلت لكم. بالنسبه للخياطه راه عنده موديلات مختلفين، ما غاديش تلقاو مشكل بالنسبه للخياطه. شوفوا البيض دونتيل، خدمه بالدونتيل، والمهم اللي بغيت بحال هكا. المهم نوريكم الخدمه باش كيخدم. بالنسبه للمخاد كاين هذا المجدول الرقيق، كاين الغليظ هو هذا. المهم تبارك الله كل شيء موجود كما قلت لكم. شوفوا البنات الالوان، شوفوا الالوان، شوفوا الالوان كي دايرين هادو كلهم. شوفوا هذا لو فير كي داير، هذا كيحمق الالوان حتى هو، فيه الوانات بزاف. شوف تبارك الله ما شاء الله. هانت بالنسبه للكويت شوفوا شحال ديال الاشكال كاين في هاد الطلميطه هادي. شوفوا شحال ديال الاشكال، شوف كلشي كلشي اللي غيحتاجوها كاينه. هادو دايرين 100 درهم للمتر، شوفوا شحال ديال الاشكال وشحال ديال الانواع. شوفوا تبارك الله، اصلا هاد اللون غزال. التفريشه كنتخيل دابا مفرش كيفاش غادي يجي. المخده ديالته هي هادي، هاي شوفوا البنات. شوف بعد الباندا كتجي زوينه والله. الخدمه ديال الباندا، شوفوا خدمه الباندا كيفاش دايره. المهم راه كيوريني كل شيء بالتفاصيل باش الانسان يزعم ويحاول ما امكن يغير حتى داك الصرحه. ولفنا داك الشيء تقليدي بزاف عندنا في الدار البلدي، الرومي ما كاينش ما احسن منه. شوفوا غير هاد الطلميطه هذه، شوفي شحال فيها ديال الاشكال، كدير 100 درهم للمترو. تخيلوا معايا صاله تفرشيها ب 100 درهم للمترو شحال تقام عليك، وشي حاجه اللي راقيه وفي المستوى، شي حاجه اللي زوينه بزاف. شوفوا الالوان اللي فوق كي دايرين، شوفوا الماغون كي داير بالديكغادي ديالو حتى هو كذلك، وبالاشكال ديالو. صراحه عذبتو معايا ولكن يسمح لي. انا صراحه عجبني بزاف هذا الشيء، داكشي علاش قلت نشارك معكم وبارطاجي معكم هذا المحل اللي كاين في شارع الثوب بالضبط في دوار شيخ مفضل. انا غنخلي لكم العنوان ديالو والاسم ديالو، سميتو كريم، وغنخلي لكم كل شيء بالتفصيل ان شاء الله، وحتى رقم التليفون بالنسبه للناس اللي ما ساكنينش في سلا ساكنين في الرباط يتصلوا به، راه غادي ان شاء الله ما يكون غير الخير. وحتى الاثمنه راه ان شاء الله راه غادي يتصاوب معكم اكيد في كل شيء، في كل شيء ان شاء الله. هنايا كما شفتوا معايا السامبل كل شيء هنايا. المهم كاع الثوب اللي تحتاجوه راه كاين عنده، كاع الانواع وكاع الموديلات.
وما هادو البنات هادو البلدي عاوتاني صالونات بلدي المبرا. والمهم كلشي تبارك الله صلاه النبي ما شاء الله كلشي كاين. هادي البنات مبرا ديال الحرير شحال دايره؟ 160 درهم. دايره 160 درهم البنات. نقرب لكم باش تشوفوا ديال تركيا. شوفوا لهاد البلوغ وا كي داير والكرونه. المهم الا دخلتي هذا كذلك حتى من بعد المطروز. هذا الاخر المطروز. هذا اخر ما كاين في المطروز. هاد لابوند كتجي في الوجه ديال السداري. تبارك الله غزال الصان. بشحال داير هذا المتر؟ هذا 300 درهم المتر. الثمن راكم ما خاطركم ان شاء الله باذن الله يا رب العالمين. ان شاء الله باذن الله. شوفوا البنات على موديلات وشوفوا على شكل هذا السامبل. الا احتاجيتوا السامبل هذا المطروز المنبت ياك المطروز المنبت هو هذا المطروز سامبل. هذا حرير حرير 100%. شوفوا كي دايره البنات غزال غزال الصان. المهم كما قلت لكم راه اللي احتاجيتوها راه كاينه في هذا المحل. شي حاجه اللي راقيه بزاف. هادو كذلك حتى هما هادو 160 درهم. الثوب ديالهم مزيان بريمير كاليتي مزيان حيت كتكون الميطاسيون ديال الشينوا. راه كيكون ثمن قل ولكن راه باين في الثوب. من لاطوش ديال الثوب كيبان بصح. عندك الحق الاختلاف كيبان 100% ان شاء الله. داك الشيء اللي كاين. وكذلك حتى هذا الشكل هذه مبرا ديجيتال. البنات عقلوا معايا على السميات. انا راه غير كنقلد هو كيقولوا راه كنقول لكم. المهم البنات انا غير باش تستافدوا ان شاء الله. اللي بغى شي حاجه مرحبا. وفيها الموف كاع الالوان. المهم كما قلت لكم اللي احتاجيتوها راه كاينه. ادخلوا ما غاديش تخرجوا. هذا مبرا بروكار. تبارك الله. شوفوا كي دايره البنات. شوفي الصالون مخدوم. كاين شي صالون مخدوم هنا بغيتكم تشوفوا الصالون مخدوم بهذا سميتو. هذا مبرا بروكار. مبرا بروكار. هانتوما نشوفوا مبرا ديجيتال. مبرا ديجيتال يا لالا تركيا. داكشي ديال تركيا ماشي ديال المغرب. شوفوا كي داير. يقول الظاهر والله ما الممكن ما قلت لكم الصالون ديال كلشي موجود رومي. انا نوريك واحد الصالون رومي كاين بزاف ديال موديل بصح. كما قلت لكم راه ملي غادي تجيو شوفوا الرومي كي داير. راه خادمين بهذا الثوب. هذا البريمير ديال 80 درهم. هذاك ما قلناش صراحه الثمن ديالو. هنا البنات هذا البريمير ديال اونتي طاش داير 80 درهم المتر. هو باش كاين دوزيام 50 كاين ديال 40 كاين ديال 30. ولكن هذا البريمير كاريتي غزال البنات. هذا تا هو معتبر داير 80 درهم للمتر زعما. لالا زعمي. وكاين كذلك هاد الكري تا هو والماغون. كاين هاد البلو مارين والكرونه كذلك حتى هو غزالين. تبارك الله. بريمير حاجه مزيان. هادي بريمير كاليتي ديال لي فوتو يعني التوابل ديال لي فوتو ديال لي تيت. المهم البنات كما قلت لكم انا جيت عند السي كريم. تبارك الله ما نقول لكمش داكشي اللي عنده كيحمق وغزال. خليكم معايا ان شاء الله. باقي الفيديو طويل حتى الاخر حتى الاخر ان شاء الله. لا فيديو زعما البنات. بالنسبه للبنات اللي مهتمين بالامر وباغيين ياخذوا الطلامط هكايا ولا باغيين ياخذوا فكره. وحتى اللي ما فاهمش وما عارفه شنو غتفرج وشنو غادي دير غير تجي عند كريم. راه هو غيعطيك الفكره ويعطيك الطريقه كيفاش تصايبي ويوريك في الانترنيت هكا الصالونات مفرشين ناضيين. ما غاديش تحيري وما غاديش تلقاي مشكل ان شاء الله يا ربي. ما تنساونيش باللايكات بارطاجيو الفيديو ديالي مع الاصحاب ديالكم مع الاصدقاء ديالكم. وخليكم معايا حتى الاخر. غنخليكم البنات مع الكماله ديال هكا ديال الفيديو. بالنسبه للبنات اللي باغيين يعاودوا يشوفوا من جديد غنخليكم تشوفوا الفيديو حتى الاخير. وانا غنخلي لكم العنوان ديالو ورقم التليفون ديالو في صندوق الوصف لانني اكيده ان شاء الله الا اتصلتوا به ومشيتوا عنده ما غاديش تندموا على داكشي اللي عنده. تبارك الله في المستوى.